اللي كتسمى سابقه جاريه الى جهتكم، وحنا في راه الاشاره سواء اخصائيين ولا حنا، يعني اي حاجه خاصه بكم مرحبا. سواء اللي جا اول مره، الاسم ديال الحياة مبروك، ماما ديال الطفل توحدي، عنده 7 سنين. الصراحة أنا جينا هنا التكوين اللي كان دابا باش التكوين، باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الوليدات ديالنا، ونعرفوا كيفاش نتعاملوا حتى مع المربيات اللي كنكونوا اللي غنجيبوهم عندنا للدار، كيفاش نتعامل معها، كيفاش تعطيني البروغرام باش من الدور ديالها هي من يسالي، كيفاش نكملوا انايا نفهموا وليداتنا. كاين بعض المواقف كيتحطوا لينا ما كنعرفوش كيفاش نتصرفوا معاهم، ما كنعرفوش كيفاش ندخلوا. من كديري تكوين او دوره بحال هكا الفورماسيون، كتكوني عارفه هذيك الوقيته شنو غتعاملي معاه، كيفاش غتصرفي معاه الا دار لك داك كريز، ولا كيفاش خصك تتصرفي معاه. كنحاولوا نقراو ونفهموا باش نعرفوا نتعاملوا مع وليداتنا، لان التوحد الى ما درناش فورماسيون او صعيب اننا نتعاملوا معاه، كنتازموا حنا. يعني كتشوفي الطفل ديالك قدامك يدير كريز ولا يحاول انه يعبر، وانت ما عارفاش شنو كيفاش غتصرفي معاه. فالله يجازيهم بخير هاد الجمعيه هادي، عيطوا علينا وخداو بيدنا كلامامو، عبغاو يعني يحاولوا يديروا لنا دوره ويحاولوا انهم يديروا لنا فورماسيون باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. كاين اورتوفونيس بسيكولوج، الله يكثر خيرهم. منير ميسور، رئيس جمعيه سفراء السعاده ذوي الحاجات الخاصه. اليوم درنا واحد الدوره تكوينيه بالنسبه لليوم العالمي للتوحد اللي كيصادف 2 أبريل من كل سنه. حاولنا احنا كجمعيه وكاطر طبيه وشبه طبيه اننا ننظموا واحد الدوره تكوينيه في عدد الاسر في ظل الحاله الاقتصاديه الغير مستقره للاسر في ظل جائحه كورونا. حاولنا نقدم الدوره التكوينيه قصد اننا نعرفوا بكل المشاكل اللي كيعانوا منها هاد الاطفال، ومن اجل حد من بعض معاناتهم، وذلك يعني بتزويدهم ببعض الارشادات والنصائح الضروريه قصد التعامل الجيد مع الاطفال ديالهم، وكذا تزويدهم بحقائب تربويه مجانيه يعني تضم كل ما يمكنهم من تيسير العمل مع هاد الاطفال. ونتمنى من الله انه نالوا التوفيق ان شاء الله في هاد الفكره ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع اصحابكم.